بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده الصبح قررت ان انا انزل فيديو على ما قبل مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكن قررت ان انا اخليه غير مدرج لان اكتشفت حاجه مهمه، وهي ان انا كنت ناسي ان جواو كانسيلو موقوف للاسف الشديد. بس كنت بتكلم في اغلب الفيديو ان الباك اليمين بتاع مانشستر سيتي هو اللي هيكون مفتاح فوز مانشستر سيتي. الباك اليمين لو قدم ادوار دفاعيه كويسه جدا تقدر تعطل فينيسيوس جونيور، مانشستر سيتي ممكن يقدر يطلع كسبان، لان فينيسيوس جونيور لو تعطل وكريم بنزيما اتراقب كويس مانشستر سيتي هيقدر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه، لان نقطه قوه ريال مدريد اللي كلنا عارفينها فينيسيوس جونيور ناحيه الشمال وكريم بنزيما في القلب. ناحيه اليمين رودريجو، ماركو اسانسيو، فريدريكو فالفيردي، الثلاثه لما بيكون واحد فيهم موجود ناحيه اليمين ما بيكونش بنفس القوه. فالموضوع بالنسبه لريال مدريد كناحيه اليمين ما يتخافش منها، انما ناحيه الشمال اللي فيها فيني يخاف منها. اما نص الملعب فكان عندي يقين ان توني كروس هيكون موجود ديفندر، وقد كان توني كروس كان موجود ديفندر، لوكا مودريتش وفريدريكو فالفيردي. لوكا مودريتش وفريدريكو فالفيردي ما تقدرش تقول عليهم ان هم قدموا مباراه ممتازه، لان حتى توني كروس نفسه ما قدمش مباراه ممتازه، لان نص الملعب بالنسبه لريال مدريد كان ممسوك من جانب مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي بيب جوارديولا النهارده طلع كان بيكذب في تصريحاته على كيفن دي بروين وعلى جون ستونز، بس الناحيه الثانيه برده كان في كذبه من انشيلوتي بخصوص دافيد الابا وفرناند مندي. الاثنين مدربين خدعوا بعض وخدعوا الجمهور، لكن للاسف الشديد كل واحد منهم خسر في لعبه. اللعبه اللي خسر فيها بيب جوارديولا لعبه جون ستونز، لان جون ستونز واضح ان هو مش سليم 100%، واللعبه اللي خسر فيها كارلو انشيلوتي هي قصه الابا، لان الابا برضه واضح ان هو مش سليم 100%، غير ان الابا وقدر ميليتاو تركيبه دفاعيه تحسسك ان ريال مدريد اللي بيعمله حاليا انجاز، وفوق الاعجاز كمان ان ريال مدريد بينافس على الصعود لدور الاربعه دور النهائي في دوري ابطال اوروبا وموجود في دور الاربعه وخسر قدام مانشستر سيتي 4-3، اعتقد ان ده انجاز. حين الناحيه الثانيه ان مانشستر سيتي مباراة كانت بالنسبه له سيئه كنتيجه، لكن كاداء كان مميز جدا. نص الملعب اللي كان فيه رودري وبرناردو سيلفا ناحيه اليمين علشان خاطر يقدر يساعد جون ستونز في الادوار الدفاعيه قدام لعيب زي فينيسيوس جونيور، والناحيه الثانيه كيفن دي بروين كان واخد وجبات هجوميه، لان الناحيه دي متفقين ان ريال مدريد ما عندوش حد خطير على الطرف اليمين. فالادوار الهجوميه كانت، لو حبينا نتكلم حوالين رياض محرز فما ينفعش انك تختزل مجهود رياض محرز في المباراه في الفرصتين اللي ضيعهم رياض او الثلاث فرص اللي ضيعهم رياض، لانك لو دورت على مان اوف ذا ماتش في مانشستر سيتي هتلاقي ان ثاني واحد بعد كيفن دي بروين كتصنيف هو رياض محرز 7.7، رياض محرز هو افضل لاعب في مانشستر سيتي بعد كيفن دي بروين. كيفن دي بروين اللي قدم عظمه، رياض محرز في الهدف الاول قدر ان هو يخترق في الناحيه بتاع فرناند مندي ويرقص لعيب زي لوكا مودريتش ويلعب عرضيه لكيفن دي بروين اللي بيخترق ويلعب بدماغه، هدف اول في اول دقيقتين، افضليه مميزه جدا. الهدف الثاني عرضيه من الكسندر زيلتشينكو للسترايكر اللي كان موجود جابرييل جيسوس، والبدايه بجابرييل جيسوس كسترايكر بصراحه عجبتني جدا. جابرييل قدر ان هو يفنش بطريقه مميزه جدا، بس طبعا تقدر تقول ان الهدف الاول ده كارثي، كارثي بالنسبه لخط دفاع ريال مدريد، لان الراجل حرفيا استلم وحطه في الست ارضه براحته خالص في حين ان مفيش اي حد بيقابله من دفاع ريال مدريد. بس في مشكله بدات تبان في مانشستر سيتي، لان ريال مدريد لما دخل فيه الهدف الثاني ريال مدريد قرر ان هو يعمل ضغط عالي، وريال مدريد لما قرر ان هو يعمل ضغط عالي كان سايب وراه مساحات كبيره جدا بالنسبه لعيبه مانشستر سيتي يقدروا يستغلوها في حاله الهجمات المرتده. وهنا دورنا على لعيب زي رياض محرز كلعيب بيعرف كويس قوي يخش في الاماكن الفاضيه ويلعب في المساحات الضيقه. والناحيه الثانيه برضو لو حبينا نتكلم على فيل فودن، ففيل فودن من اكتر اللعيبه اللي بيعرف ان هو برضو يجري من غير كوره. فمانشستر سيتي هيكون خطير جدا لما يقطع الكوره من ريال مدريد وهيروح انفرادات كتير، بس هل القصه كلها يقدروا يسجلوا ولا مش هيقدروا يسجلوا؟ الانفرادات الكتير فعلا بدات، واولها الكوره اللي جت لرياض محرز، ورياض محرز كان موجود هو وفيل فودن، ولقينا ان كارفخال رجع يعمل وجبات دفاعيه وقفل على رياض محرز، ومحرز للاسف سددها بطريقه سيئه. نسكت على كده؟ لا، بعدها مباشره بنلاقي هجمه مرتده ثانيه 3-2 من قبل مانشستر سيتي للاسف الشديد بيفنشها فيل فودن بطريقه، لا كان فيل هنا، فيل فودن بيفنشها بطريقه سيئه جدا. وسامحنا لو روشتك ورياض هنا وفي، بس المهم عزيزي انك تكون فهمت الحاله، ان الحاله القرارات في المباراه، الكره بتاع رياض و وداني كارفخال والكره الثانيه بتاعه فيل فودن. فاحنا لو حبينا نتكلم على الهجمات المرتده فعلا جت هجمات مرتده، وفعلا سيتي قدر ان هو يروح بمرتدات كتير وكان خطير جدا. بس سيتي لما ما سجلش بدات تبان المشاكل اللي موجوده ناحيه اليمين، ناحيه اليمين جون ستونز في الدقيقه 17 عمل كره مريبه جدا، الكره كانت طالعه اوت، جون ستونز دخلها الملعب عطاها لفينيسيو جونيور، فينيسيو اختار كريم بنزيما راح انفراد. ده في اول 17 دقيقه حرفيا، والفرقه كسبانه 2-0. نسكت بقى بعد كده؟ لا، مكملين في نفس العتها اللي احنا فيه.
فرناند مندي بيطلع يلعب عرضيه، كريم بنزيما بيروح ناحيه اقصى الشمال وما بتجيلوش على عدلته، بس عشان كريم بنزيما ابو ابراهيم الغالي المبروك المرزق اللي عمل موسم اسطوري برضه بيقدر ان هو يسجل الهدف الاول 2-1 عكس مجريات اللعب. مانشستر سيتي ماسك الكوره اخره دلوقتي، وريال مدريد اول كوره بيروحها بيسجلها. في حاجه غلط، واضح ان في مشاكل دفاعيه بالنسبه لمانشستر سيتي. انا عمال اقول لك من الصبح ان في مشاكل دفاعيه في مانشستر سيتي. مانشستر سيتي امريك لابورتو وروبن دياز مش بيقدموا موسم مميز، وخصوصا امريك لابورتو. امريك لابورتا اساسا الفتره الاخيره ما كانش اغلبها مكود موجود اساسي الا لاصابه روبن دياز او اصابه جون ستونز، انما الثنائيه الاساسيه في مانشستر سيتي اللي خدت الدوري السنه اللي فاتت وكانت عامله خط دفاع قوي كان جون ستونز وروبن دياز. فالثنائيه بتاع امريك لابورت النهارده مع روبن دياز كانت ثنائيه كارثيه نظرا لوجود امريك لابورت، وكانت كارثيه اكتر نظرا لوجود جون ستونز ناحيه اليمين. فجون ستونز ناحيه اليمين والكسندر زيرتشينكو ناحيه الشمال ما بيعرفش يعمل واجبات دفاعيه وادوار دفاعيه منتهيه تماما، فلبسنا هدف اول. نخش بقى الشوط الثاني. الشوط الثاني زي ما قلت لك الكذبه اللي المدربين كتبوها على بعض هم اللي لبسوها. اول تغيير بالنسبه للسيتي جون ستونز الاصابه وبينزل مكانه فرناندينيو، والناحيه الثانيه بيقرر كارلو انشيلوتي ان هو هيغير الابا وينزل مكانه ناتشو. تمام، احنا كده خدعنا بعض واحنا الاثنين لبسنا في الحيط، مفيش اي مشكله. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان فرناندينيو بطيء زيه زي جون ستونز، وفينيسيو جونيور لو خده في مشوار هيتعب قوي منه. والموضوع بتاع ان هو يدافع على فينيسيو جونيور الموضوع صعب. اه هو بيعمل ضغط عالي، هو مميز جدا في قطع الكوره، بس بطيء. لو في اي سرعات الموضوع بالنسبه له هيكون منتهي تماما. قدر ان هو يعمل ضغط عالي مميز جدا في لقطه الهدف الثالث على جاب على فينيسيو جونيور، قدر ان هو ياخدها، عمل عرضيه جميله في الفودن، قدر ان هو يسجل. قبلها رياض كان مخلص كوره جميله من ادر ميليتاو، بس للاسف الشديد ضيعها بطريقه مريبه. هو الاول قرر ان هو يشوف في اول حاله، والحاله الثانيه قرر ان هو يرفع عينه على فيل فودن، بس لما لقى فيل فودن بعيد راح شايط وجت في العارضه وردت لفيل فودن، فيل فودن شاطها في رجل كارفخال. عشان خاطر كالعاده يعني كل ما بتضيع من هنا بتستقبل من هنا. كوبري ابن لذينة وتفويته بنت لذينة بيعديها بنيسيو جونيور ما بين رجل فرناندينيو. خلاص عادي مفيش مشكله، في كره متطرفه. ما الازمه عزيزي ان الكره كانت متطرفه، والازمه الاكبر ان روبن دياز استحضر روح ايمن اشرف واستحضر روح هشام محمد في ماتش بيراميدز، وقرر ان هو مش هيضغط على المهاجم وهيروح يضغط، مش هيضغط على حامل الكره وهيروح يقفل على الباص لكريم بنزيما. طبعا امريك لابورت الناحيه الثانيه كان مقرر ان هو كده كده مش هطلع قابل لو الدنيا خربت. لو بص لو جاب لو اسمه ايه ده فينيسيوس جونيور لحد خط الجون مش هضغط عليه اللي هو الله. طب بالنسبه بقى ان حامل الكره هو الاخطر دايما على المرمى اخطر من اللعيب اللي مش معاه كوره، طب روح اضغط على عامل الكوره، انا همسك اللي مش معاه كوره. ابداع ربنا ابداع، بس الامانه برضو فيني فنش عالمي للامانه. علشان خاطر السيتي يجري تاني ورا الجيم، لان فرق واحد ضد ريال مدريد الموضوع صعب. حتى لو ريال مدريد مش عارف يمسك كوره في نص الملعب، حتى لو غياب كاسيميرو مؤثر قوي، حتى لو توني كروز مش عارف يأدي كادفندر، حتى لو لوكا مودريتش بيأدي على اوقات واوقات تانية وبيمشي على سطر ويسيب سطر، بس هنا بقى بتيجي التغييرات. والتغييرات احنا عارفين ان هي لعبه كارلو. كارلو اول ما بص حواليه قال لك كاما فينجا تعالى يا عم كاما انزل العب في الملعب. تمام حلو الكلام ده. بعدها طبعا شفنا التغييرات بتاعت كاما فينجا، وشفنا التغييرات بتاعت داني سبايوس اللي في النهايه، بس بصراحه برضو التغيير بتاع بيب جوارديولا ما كانش ليه اي 60 طلب بتاع ابراهيم ستيلن ده، طبعا قبل الهدف الرابع وقبل الهدف بتاع ريال مدريد. الهدف الرابع كره جميله جدا ومجهود فردي من واحد من نجوم المباراه برضو برناردو سيلفا. برناردو سيلفا اللي الكره كانت فاول لصالح الكسندر زورتشينكو، برناردو بياخدها بيشوط بتروح في حته بعيده قوي بالنسبه لتيبو كورتو. خلاص 4-2 بقى نخلص على كده. وهنا يجي راي اخر لامريك لابورت. امريك لابورت اللي بيلعب بدماغه وفي ايده في نفس الوقت اللي هو بسم الله ما شاء الله، ما اقدرش ادافع عنك واقول ان هي جت في دماغك. عارف لو جات لك هنا عادي، لو جات لك هنا تاني عادي، انما هي جايه في كف ايدك. ازاي يطلع لنا كره مش ضربه جزاء؟ الكره جايه في كف ايدك، جايه لك من هنا بكف ايدك، ابوها ضربه جزاء وامها ضربه جزاء. علشان كريم بنزيما يخش خليني ابقى مجبور اقعد اسقف له بس. اه والله بجد كريم بنزيما رغم ان انا كان نفسي يضيع وكان نفسي يستحضر روح بنزيما بتاع الدوري اللي بيضيع ضربات جزاء، لكن كريم بنزيما حطها عظمه، حطها عظمه على عظمه للامانه. بنيجا وحرق دم في النهايه اللي هو الله عليك يا بنزو، ايه العظمه والجمال والحلاوه دي؟ هتقول لي انا مش لابس شورت ريال مدريد، انا لابس شورت ده عشان خاطر شورت سيتي خلاص حطيته في الغسيل. مباراه كانت جميله جدا، طبعا مباراه جميله جدا بالنسبه لاي حد مش بيشجع ريال مدريد ولا
مانشستر سيتي، لكن المباراه مليانه كوارث دفاعيه من جانب ريال مدريد ومن جانب مانشستر سيتي بتدل على خط دفاع سيء بالنسبه للفريقين. وللامانه برضو ما ينفعش ان انا اقول ان ميليتاو وناتشو خط دفاع كويس، او ميليتاو والابا خط دفاع كويس، او اقول ان داني كارفاخال اللي بدا حرفيا ينسى الكوره ان هو باك يمين مميز. يعني ممكن تقول ان حرفيا اللعيب اللي ممكن يكون بيأدي الادوار اللي عليه هو فرناند ميندي، لكن ميندي لسه راجع من اصابه وما كانش جاهز 100%. فانت عندك الابا وميندي مش جاهزين بنسبه 100%، في حين ان اللي جاهز ميليتاو مش شايف قدامه، وداني كارفاخال مش شايف قدامه. نص الملعب متاثر بغياب كازيميرو جدا جدا. الناحيه الثانيه فغياب كايل ووكر وغياب جو كانسيلو عرفنا قد ايه ان احنا ما عندناش اي حد خالص موجود ناحيه اليمين للاسف الشديد. والافتكاسه بتاعت جولو سونز فشلت فشل رهيب، والافتكاسه الثانيه بتاعت دينيو فشلت فشل اكتر، لان رجعتني للموسم اللي كان دينيو هو وتاميندي موجودين فيه كمساكين، وكان الاخطاء الدفاعيه والمشاكل الدفاعيه بالزوفه. دينيو عمل حسنه وهي القطعه والاوفر الجميل اللي عمله فيه الفودن، لكن للاسف الشديد السيئه الاكبر ليه هي لقطه الهدف الثالث لريال، الهدف الثاني لريال مدريد، لكنه برضه يحسب على جونستو على امريك لابورت. جونستو جاي على بالي كتير ليه؟ مع انه يعني اتظلم وما كانش بيلعب ولا سليم وما كانش بيلعب في مكانه ورجعت له الاصابه ثاني. وامريك لابورت، امريك لابورت لبسنا الثاني ولبسنا الثالث. هرجع ثاني وثالث ورابع واقول مش معنى ان محرز ضيع هدفين او ضيع ثلاث اهداف ان هو قدم مباراه سيئه، بالعكس رياض محرز قدم مباراه مميزه جدا، لكن لو سجل كان هيكون افضل بكتير. بس برضه الاسيست بتاع محرز لكيفن دي بروين جميل جدا، ما تقدرش انك تقيم رياض هل هو كان سيء او هل هو كان مميز، لان ارجع تاني وتالت ورابع اقول لك حتى رياض محرز بيقدم اداء غير موفق وغير معزوز ما بيكونش اللاعب السيء قوي، ودي اهم ميزات رياض محرز الموسم ده، ان هو حتى في اسوء احواله ما تقدرش تطلع تقول عليه ان هو قدم اداء سيء وان هو خسر الفريق. الكره اللي ضيعها محرز اي حد بيضيع، اي حد بيضيع لقطه الهدف الاول، اي حد الفرصه الاولى، اي حد بيضيع الفرصه الثانيه، ولكني ما كنتش متوقع ان محرز هو اللي ممكن يضيع الفرصه الثانيه. بس قدر الله ما شاء فعل، واضح ان الكوره بتنادي ريال مدريد، واضح ان ريال مدريد هيفضل ماشي بالنوايا الحسنه اللي موجوده داخل غرف ملابس ريال مدريد، لان ريال مدريد صعب انك تتكلم بالعقل وصعب انك تتكلم بمنطق على فرقه ممكن تديك ربع ساعه من 90 دقيقه وتطلع في الربع ساعه دي كسبانه، او تطلع في الربع ساعه دي قادره ان هي تقدم اداء هجومي كويس، او قادره ان هي تستغل السيزون اللي عامله كريم بنزيما، الموسم الاسطوري اللي بنزيما وصل فيه لاكثر من 45 هدف، ثلاثيه في تشيلسي وبعدها ثلاثيه باريس وثلاثيه في تشيلسي والنهارده ثنائيه في مانشستر سيتي. كريم بنزيما بيقدم موسم عظيم جدا هيفضل في التاريخ، واعتقد ان كريم بنزيما يستحق ان هو يكون صاحب البالون دور السنه دي مع احترام لاي حد. يعني اتمنى ان اشوف المباراه الثانيه في البرنابيو بدفاع مانشستر سيتي يكون جاهز واقف على رجليه كويس جدا، واتمنى ان الصعود والحظ يكونوا موجودين اكتر عند مانشستر سيتي في مباراه العوده. طولت عليك مش مهم عزيزي، كل سنه وانت طيب، احنا في رمضان بقى.